أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المباشرة التي يوافيكم بها تلفزيون النهار مباشرة من مقر مداومة بنفليس المرشح الحر للرئاسية المقبلة، واللقاء الذي يجمعه بالناشطات في الحملة الانتخابية احتفاء بعيدهن العالمية المصادف لـ 8 مارس. نترككم مشاهدينا مع هذه الكلمة للمرشح الحر علي بنفليس، ثم لن نعود بعد ذلك. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وهل هناك أحسن ضيافة من هذه الضيافة؟ وهل هناك جلسة خير من هذه الجلسة؟ أخواتي الكريمات، أخواتي العزيزات، شرف عظيم لي أن أقاسم هذا الحفل الكريم والبهيج، أن أقاسم هذا الجمع الكريم والعزيز الاحتفال بهذا اليوم، هذا اليوم الذي يحمل رمزية خاصة، كونه يجسد مرحلة هامة في تاريخ نضالات المرأة من أجل التقدم والكرامة تقدم المرأة وكرامة المرأة. جرت العادة أن يكون هذا اليوم فرصة للوقوف عند المراحل التي قطعتها بلادنا في مجال حقوق المرأة، فالموضوعية التي لم أحيد عنها دوما تقودني بطبيعة الحال إلى تسجيل المكتسبات التي انتزعتها المرأة الجزائرية، غير أن ذات الموضوعية تلزمني، تجبرني، تحتم علي، تلزمني واجب الاعتراف بأن أشياء كثيرة لم تتحقق بعد. كي تستجيب للتطلعات المشروعة للجزائريات، الجزائريات نعم، اللواتي عقدن العزم على أن تكون مشاركتهن في المجتمع ضمن ديناميكية الرقي دون التخلي عن أصالتهن المتجذرة. ويحضرني في هذا المكان وفي هذا المقام، اسمعوا تشوفوا، ويحضرني في هذا المكان وفي هذا المقام بيتين للشاعر الكبير حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. مازال ليمجد المرأة أكثر، اسمعوا مليح لهذه المذهبية في السكوت التام، شوفوا هذيك العبقرية نتاع هذا الشاعر واش يقول: الأم أستاذ الأساتذة الأولى، سي لو ماتر دي برومي ماتر، الأم المرأة. الأم أستاذ الأساتذة الأولى، شغلت مآثر همد الآفاق. سيتربو. فمن هذه الروح ومن هذه الفلسفة أستمد مشروع التجديد الوطني الذي تشرفونني بحمله معي. أنا حامل مشروع يسمى مشروع التجديد الوطني لكل المجتمع الجزائري، أكبر شرف لي
أن كنا أنتن تحملن معي هذا المشروع. هذا المشروع يمنح المرأة الجزائرية مكانة كاملة. هذه المرأة التي تواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي لتفرض نفسها في الصدارة كفاعل اجتماعي واقتصادي أساسي. سي با ان رول سكوندير، سي ان رول برينسيبال. فبرنامجنا هذا، برنامج التجديد الوطني، لا يمثل طموحا حقيقيا بالنسبة لبلادنا فحسب، بل يشكل حصنا متينا لحماية الفتيات والنساء الأكثر ضعفا والدفاع عنهن. أخواتي الكرائم، إني أصغي وأستمع وأنتبه. قلت إني أصغي إلى مطلبكن التحرري المشروع، وأشاطركن الرأي، خاصة في ظل التطورات والتحولات المجتمعية الحالية التي تتقاطع، والخطاب التحرري للنصوص الأساسية لثورة نوفمبر المجيدة. وبالموازاة، parallèlement à tout cela، وبالموازاة، لا يمكن لأحد غض الطرف عن تعرض عدد كبير من الفتيات والنساء لممارسات تمييزية، des comportements discriminatoires à l'égard de la femme. وبالموازاة، لا يمكن لأحد غض الطرف عن تعرض عدد كبير من الفتيات والنساء لممارسات تمييزية هي نتاج ظروف اقتصادية هشة أو عقليات بالية تجاوزها الظهر. كما لا يمكن لأحد إنكار أن عديد النساء الجزائريات يقعن ضحايا شتى أنواع العنف الذي يأخذ، هذا العنف الذي يأخذ أشكالا متعددة، بدءا من التعنيف اللفظي، العنف اللفظي أو اللساني، بدءا من التعنيف اللفظي المبتذل للأسف الشديد في حياتنا اليومية، إلى أبشع أشكال الاعتداء الجسدي إلى النساء، إلى كل النساء اللائي يعيشن الحرمان والضيق، إلى كل النساء اللائي يعيشن نوائب الظهر. فمشروع التجديد الوطني الذي أحمله وأحمله معكن هو بمثابة الدرع الواقي، هو بمثابة الدرع الواقي لكل واحدة منهن المظلومات المغبونات اللي ضايع الحقوق نتاعهم، المحقورات، بمثابة الدرع الواقي البكلية لكل واحدة منهن من خلال تدابير عملية قوامها اللحمة الوطنية ومبدأ العدالة الاجتماعية. والأمر يتعلق في هذا الصدد في بعض الحالات بإنشاء صندوق ضمان عمومي لدفع النفقات الغذائية للنساء المطلقات. تبعوا مليح هذه باش تفهموها وتنشروها.
والأمر يتعلق في هذا الصدد بإنشاء صندوق ضمان عمومي لدفع النفقات الغذائية للنساء المطلقات في حال إخلال الزوج الذي يتابع من طرف الدولة حتى تسترد مستحقاتها. سوفا فيها أحكام قضائية لا تنفذ بسبب عدم دفع النفقات لأسباب هروب الزوج أو عدم تمكنه من الدفع أو التهرب تاعه، تحل الدولة محله وتدفع النفقات وترجع الدولة هي مالها واسع ضد الزوج باش تسترجع المال نتاعها، بصح ما تخليش المرأة والأولاد نتاعها ضايعات وضايعين. هذا عهد وهذا موجود ضمن البرنامج تاع التجديد الوطني، ذكرت في الحين درك صندوق النفقات. كما كان بإمكاني أن أتحدث عن قضية تعميم التعليم ما قبل التمدرس البريسكولار. علاش المترشح يكلمنا على البريسكولار وإحنا في نهار عيد المرأة؟ يكلمكم تعرفوا الربط درك عن قضية تعليم ما قبل التمدرس. هذا البريسكولار نعموه في كل قطر وفي كل أنحاء الجمهورية لكل أبناء الجزائر وبنات الجزائر، وعن إلزامية تقديم وجبة ساخنة لهم لأبنائنا وبناتنا داخل مؤسساتهم التعليمية. ومن شأن هذين الإجراءين ومن شأن هذين الإجراءين منح المرأة المزيد من الوقت لتحقيق ذاتها، تتكفل المدرسة بالأبناء والبنات في اليوم حتى في الوقت الوجبة انت دو ميدي، حتى تتفرغ المرأة لنفسها ولأمورها. هذا قليل من كثير تجدونه إن شاء الله في البرنامج لما يتوزع عليكم البرنامج في الأيام القليلة المقبلة. أخواتي الكريمات العزيزات، أهيب بالنساء الجزائريات أن يرفعن بشجاعة وإصرار رهانة التنمية، لأنني متيقن مثل كنا تماما أن مكانة المرأة في المجتمع هي بمثابة مؤشر للمستوى الحقيقي للتطور. لما تهزوا الدول قيسوا وزنوا وين لقيتوا المرأة تحمات حقوقها وتمركزت في مصادر اتخاذ القرار وتحملت المسؤولية على كل الأصعدة تلقوا البلاد هذيك بخير. وإذا لقيتوا في بلد من البلدان المرأة مهانة مهضومة الحقوق محقورة ماوش معترف بالأهلية الكاملة تاعها مع الأسف، ثم تقيسوا باللي هذيك الدول ماهيش ماشية في طريق الرقي. جو في سو كونستا بورك celles et qui sont nombreuses qui m'écoutent ici et celles qui à travers tout le pays même à l'étranger, j'ajouterai à l'étranger, comprennent que dans mon projet nous avons fait le vrai constat, nous avons relevé les vrais problèmes et nous sommes décidés à apporter les vraies solutions. فالمشروع شفوا عليه مشروع التجديد الوطني، كي تهضروا وتدافعوا على مشروعكم قولوا مشروعنا
مش تاع عيني. انا خدمت مع خبراء نساء ورجال وكتبنا المشروع، دروك هزوا معايا هذا المشروع ودافعوا ليه انتم كل هك. في المشروع الطموح الذي احمله وتحملنه معي بحاجه الى ماذا؟ الى التزام الجميع، لاني انا كرجل حر ارفض ان يمارس الاقصاء والتهميش على المراه الجزائريه التي تمثل قوه وطاقه ينبغي وضعها في خدمة الجزائر. ومن أوكد واجباتي في هذا الصدد أن أشير إلى الأهمية التي تكتسيها بالنسبة للمرأة الجزائرية ضرورة التنظيم والمشاركة في الحركة الجمعوية، قناعة وإدراك مني أن ترقية المرأة وحماية حقوقها مسؤولية تقع كذلك بعد الدولة على عاتق المجتمع المدني أيضا. لهذا لهذا بات من الضروري أكثر من أي وقت مضى مرافقة المرأة في الوسط الريفي dans le rural à la campagne، مرافقة المرأة في الوسط الريفي والحضري على حد سواء، ودعم مشاريعها الطموحة وضمان حقوق الفتاة في التمدرس وتحصيل المعارف وفرض نفسها في كل قطاعات النشاط وعلى جميع المستويات. أخواتي الكريمات العزيزات، إن مساندتكن لمشروع التجديد الوطني اللي هو مشروع نتاعكم يعزز إصراري في الوقوف بشدة أمام مناورات ما يروج وما يحضر له من تزوير هذه المظاهر مشينة خسيسة التي تحيط بمجرى الاستحقاق الرئاسي المقبل. فحشد الهمم ضد التزوير الانتخابي يجب أن يتعدى مجرد التنديد باغتصاب إرادة الشعب ليصبح تجنيداً ضد الانزلاقات الخطيرة التي تطال كل مناحي الحياة السياسية في بلادنا. أما من جهتي أتعهد أولاً أمام الله وأمام كنا في هذا اليوم العظيم اللي هو عيد الاحتفال بعيد المرأة أنني لن أدخر جهداً ولا طاقة من أجل أن تحترم الإرادة السيدة للشعب الجزائري وأن يتكبد المزورون والجاحدون لحق الجزائري والجزائرية في المواطنة بهزيمة النكراء. أخواتي الكرائم، إن الذي يعرف المرأة الجزائرية وأدعي أنني من هؤلاء يعلم الطاقة الخارقة التي تتميز بها هذه المرأة ويعلم كذلك ماذا؟ يعلم ثباتها وإصرارها ومقاومتها
ويعلم كذلك التضحيات الجسام التي تقدمها كلما اقتنعت بعدالة قضية. Chaque fois que la femme est convaincue de la justesse d'une cause, c'est la première à défendre cette cause. ولأجل ذلك ولأجل هذا أشعر بماذا؟ أشعر أنني قوي بموقفي كنا الداعم لمشروعكم، هذا المشروع نتاعكم، وأشعر كذلك بإرادتكن التي لا تلين. وكالعادة أنا واثق كل الثقة بمهمتكن التي لا تثنى، وكيف لها أن تثنى وأنا أخاطب من؟ وأنا أخاطب سليلات الأحرار والحرائر. أليس كذلك؟ يا بنات، أليس كذلك يا بنات، يا أخوات، يا حفيدات، من صنعت أمجاد الجزائر؟ أنتم بنات وأخوات وحفيدات وأمهات، سليلات المجاهدات المقاومات. أنا علاش ما علاه راني مرتاح البال؟ علاش راني مرتاح البال ومطمئن وضميري مرتاح؟ نتبادل أطراف الحديث فيما بيننا. مشروعنا هذا احنا كاش ما قاصدين به شر للبلاد؟ كاش ما قاصدين به مضرة لأحد؟ احنا فاتحين الباب على مصراعيه للخير، للتحاب، للتقارب، للتوادد، للتصالح، لمحبة الجزائر. شكون اللي يحب الجزائر أكثر من خوه؟ هذه هي برك. في الختام اليوم برك، ختام مازال ما كانش، ختام مازال ماشيين، لكن نهار الاحتفال لو كان ما تسمعونيش نهار كامل. اليوم يوم عيد، يوم عيد، راكم تحتفلوا بالعيد. أدركوا كل الإدراك، أدركوا كل الإدراك أن كنا سوف تقدمنا يوم 17 أبريل المقبل برهانا آخر على تعلق المرأة الجزائرية بوطنها من أجل كسب رهان الجزائر المنتصرة، رهان الجزائر التي تسير بخطى ثابتة، رهان الوطني. هذا ما عرضته عليكن، هذا ما عرضته وأعرضه على الشعب الجزائري. هذا هو الخير اللي نمشي به بالوطن إن شاء الله. المجد دائما والخلود لشهداء الأبرار. عاشت المرأة الجزائرية دائما في التطور والرقي والتطور، دائما وعلى الدوام. شكرا للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كانت هذه إذا مشاهدينا الكلمة بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة للمترشح الحر علي بن فليس الذي هنأ المرأة الجزائرية بعيدها وأبى إلا أن يشاركها احتفالها بعيدها العالمي. بن فليس أشاد بالدور الذي تلعبه المرأة الجزائرية في المجتمع منذ الاستقلال وإلى غاية اليوم، كما لم يفوت الفرصة في إبداء وعرض العديد من النقاط من برنامجه الذي أطلق عليه البرنامج التجديد الوطني. تعهد بعديد النقاط والبنود التي ستسير بالمرأة إلى الأمام حسبه، وستضمن لها كل الحقوق التي على حسبه اليوم هي